في مستشفى الثورة العام أكبر المستشفيات في مدينة الحديدة يزداد الوضع يوميا من السيء إلى الأسوأ، فبعد أن كان كادره الطبي يستقبل ما بين 100 و120 حالة أصبح يستقبل الآن أكثر من 300 حالة. استقبل في اليوم الواحد 100 و120 بسبب الأوباء المنتشرة، بس مش زينا الآن صارت أكثر بكثير 300 وما فوق، مش أقل من 300. ومما يضع المستشفى تحت ضغط كبير استقباله لحالات تأتي من 5 محافظات مجاورة بعد أن كان يستقبل المرضى المحليين فقط. يستقبل المستشفى العديد من المرضى الذين يعانون من الأمراض الشائعة مثل حمى الضنك والحمى والملاريا وسوء التغذية، ويعود ذلك إلى سيطرة الميليشيا على المدينة والتي تسببت بشلل في الخدمات العامة، كما يأتي موسم الوباء سنويا بالعديد من الأمراض المعدية بسبب حرارة الصيف الشديدة. الفراغ الذي سببه الحصار لشحنة وقود الديزل أيضا يفاقم من معاناة المرضى، كون المستشفيات تعتمد على المولدات الكهربائية الخاصة بها للحفاظ على سير العمليات والخدمات الأساسية، كما أن النقص الحاد للأدوية والأدوات اللازمة في المستشفى قد يؤدي إلى توقف العمليات فيه. ووفقا للبيانات الصادرة عن لجنة المساعدات الإنسانية في اليمن، فإن نحو 14 مليون يمني بحاجة ماسة إلى المساعدات الطبية بمختلف أنواعها، حيث تقول اللجنة إن البلاد بالفعل في أزمة إنسانية خطيرة.